بون السلام عليكم. زي اليوم نشوفوك تدرب وحدك، كيفاش راهي الاصابه تاعك وقتاش ترجع للميادين؟ الحمد لله كنقولوا بعد ما عطاني الطاقم الطبي شهرين هذه تعب كدي البلاطر، الحمد لله كنقولوا اليوم عندي سيونس الاولى بعد ما بريت من لابليسير تاعي، كما نقولوا راني نمشي كما واش يقولوا للطب، وراني نخدم زعما باش ان شاء الله نكون واحد السمانه ولا دي جو راك نكون واجد مع الجروب نتاعنا ان شاء الله. تما رسميا ما تكون تلعب مع اللقاء تاع بلوزداد؟ لقاء بلوزداد كما نقولوا 80% ما نكونش واجد ان شاء الله، احنا نخدموا ان شاء الله ماذا بينا نتمنى ونلحقوا الماتش تاع بلوزداد ان شاء الله، الى لحقنا له باش نعاونوا الفريق نتاعنا هذا، والا ما لحقناش ان شاء الله كاين عندنا ان شاء الله نقول لك عوده ميمونه ان شاء الله يا رب. صح. السلام عليكم حشود اليوم العوده استئناف تدريبات، شفنا باللي 10 ايام راحه، كيفاش تشوفها انت كيلاعب؟ شو تشوفها؟ انا واحد من اللاعبين ما كنتش حاب لي جو، كنت حاب 4 جو 5 جو، مي جو بونس لي جو لي زونترينور على بالهم واش هما يديروا، كما نقول لك خدموا في نيفو عالي، دونك ما تقدرش كما نقول لك تهضر مع لونترينور هو اللي على بالو. انا بانت لي فان مليحه، هي مليحه ومش مليحه، سورتو لي جوار باسكو فتنا بواحد لا سيتياسيون شويه، لا بريسيون كانت علينا بزاف، ومال الجوا كيريح شويه يخرج هذاك واش كان، كنا شويه كنا عايشين واحد لا بريسيون، كان كنا الجوا ما بامي يخرج من دارهم. الحمد لله دوك الماتش تاع جياسكا كما نقول لك خلانا باش موان نريحوا شويه نتنفسوا شويه، هذيك هي مليحه لينا دي جوغ، ومن بعد كنا مازال باسكو عندنا الوقت باش نعاودوا ليكيبيري ان شاء الله نبريباريو مليح الماتش تاع سيال. كيفاش راكم تحضروا اللقاء تاع سيال؟ دونك اليوم بدينا لي جوا كاع على بالهم بالمسؤوليه، وسورتو الماتش تاع سيال بي باسكو باش سلكنا مازال ما سلكنا 100%، سورتو الماتش تاع سيال بي لازم كيما نقول لك لازم نربحوه كيما كان الحال، فهمت؟ بالملاحه ولا بالقباحه لازم نربحوا الماتش هذا، وماتش امبورتون لينا بزاف. واش نقول لك ان شاء الله بريباريو بيان الماتش هذا، ولي جوا راهم كونسيون. واش نقول لك ان شاء الله فيها خير، ان شاء الله بون كورا صحيت. نعم.